السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الصف الثالث متوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سورة مخصصة للحفظ لك عزيزي الطالب، ألا وهي سورة الحجرات. وهذه السورة قد أنزلها الله سبحانه وتعالى وفيها العديد من الأحكام الشرعية والتكاليف التي ينبغي علي وعليك عزيز الطالب أن نتعلمها، ونذهب لنبين الآيات المخصصة للحفظ من الآية 10 إلى الآية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إلى هنا الآيات المخصصة للحفظ عزيزي الطالب. نأتي الآن إلى بيان معاني الكلمات المخصصة للحفظ. معاني الكلمات: لا يسخر قوم من قوم، لا يزدري قوم منكم قوما آخرين ويحتقرونهم، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعيب ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه نحو يا فاسق يا جاهل. اجتنبوا كثيرا من الظن أي ابتعدوا من التهم التي ليس لها ما يوجبها من الأسباب والأدلة. إن بعض الظن إثم كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا تتبعوا عورات المسلمين وما بهم بالبحث عنها. إنكم تكرهون أكل لحم أخيكم الميت فكذلك هي الغيبة أكل لحوم الأحياء فكرهتموها أو فكرهوها. إذن إلى هنا المعاني المخصصة للحفظ التي تخص الآيات المخصصة للحفظ. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى المعنى العام، ولنبين لك ما بين وأراد من الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركات. المعنى العام: قال تعالى أو تضمنت هذه السورة المباركة تضمنت جملة من الآيات التي جاء بها الإسلام ليتمم ماذا؟ مكارم الأخلاق ويرحم المسلمين بأن تحميهم من أسباب النزاع والشقاق والفرقة. فجاءت الآيات الكريمة لتؤدبنا أو لتؤدبنا في ماذا ومع من؟ لتؤدبنا في التخاطب والمعاملة مع حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ابتدأت الآية الكريمة بأحكام يوجهها الله سبحانه وتعالى إلينا عزيز الطالب بأن نتبعها مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلمين والناس كافة لا فرق بين أبيضهم وأسودهم،
وغنيهم وفقيرهم. وهنا أكد الله سبحانه وتعالى أدب المعاملة مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب طاعته، فقال إذن خص وبين الله سبحانه وتعالى أدب المعاملة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن عزيزي الطالب، ابتدأت الآية الكريمة بالتعليم المسلمين بأدب التعامل والتخاطب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الخطاب موجه إلى الذين آمنوا، أي كل المسلمين موجه لهم الخطاب بأن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته، أي هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجب على كل من عاش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض. وميزوه في خطابه كما امتاز من غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه، ووجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به خشية أن تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تحسون بذلك. إذن وجب علينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب على مر السنين إلى يوم القيامة. تقول لي عزيز الطالب: إذن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتأدب معه؟ يتأدب بأن لا يعلو صوتهم على رسول الله وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا توجيه خلقي رفيع في كيفية معاملة مربي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من عدم رفع الصوت في حضرته لمن عاصره، أي كان وعاش معه، واحترام مرقده الشريف بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم عند زيارته بعد وفاته، ووجوب اختيار الكلمات اللائقة التي تناسب مقامه الرفيع عند ذكر الشريف والصلاة عليه وآله الأطهر. إذن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب على المسلمين والذين عاشوا في تلك الفترة أن لا يعلوا أصواتهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته. وأما في وقتنا فعند زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا عزيز الطالب أن لا نعلي صوتنا أثناء الزيارة وفي حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبين لنا الله سبحانه وتعالى كذلك في الآية الكريمة، قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبين الله سبحانه وتعالى بأن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر وامتحن الله سبحانه وتعالى قلوبهم وأخلصها للتقواه، لهم من الله ماذا؟ أنت عزيزي الطالب إن عملت بأن تحترم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دليل على انقيادك لأمر الله سبحانه وتعالى، فلك من الله مغفرة لذنوبهم وجزيل وثواب جزيل وهو الجنة. قال تعالى في كتابه العظيم وفي هذه السورة المباركة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك يا محمد من وراء حجراتك، أي بيتك أو الغرف، بصوت مرتفع، أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء النهي والتعليم والإرشاد من الله سبحانه وتعالى بعدم مناداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصوت المرتفع. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يا محمد لكان خير لهم، لما العجلة؟ لأن الله تعالى قد أمرهم بتوقيرك
والله غفور لما صدر عنهم من الذنوب حتى وإن فعلوا هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى بعد بيان هذا الأمر يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ويتجاوز عنهم. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، كل خطاب موجه إلى المؤمنين هم الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا، هنا يأتي دور الإشاعة، فيجب علينا عزيزي الطالب لا نصدق كل ما يقال لنا ولا نصدق كل ما نسمعه وما يتداول إلا أن نتثبت من القول. فتثبتوا من خبره قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحة الكلام الذي نقل إليكم، خشية أن تصيبوا قوما أبرياء بجناية منكم أو تهمة باطلة فتضلوهم أو فتظلمونهم ثم تندموا على ذلك الفعل. واعلموا، قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا معه فإنه أعلم بكم وأعلم منكم بما يصلح لكم، يريد بكم الخير وقد تريدون لأنفسكم من الشر المضمر ما لا يوافقكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه. لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تختارونه أنتم وتريدونه لأدى ذلك إلى مشقتكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسنه في نفوسكم. إذن عزيزي الطالب نأتي إلى قوله تعالى: فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من الله ونعمة عليهم، والله عليم بمن يشكر، حكيم في تدبير أمور خلقه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يمن على عباده بأن هداهم إلى الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى هو عظيم واختارني واختارك واختار جميع من في الأرض من المسلمين لهذا الدين العظيم. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.